إياد إبراهيم مديني، الرئيس التنفيذي لشركة 9 أعشار السعودية. إحنا بنتعامل مع شركات تشيكية، والوكيل الحصري لشركة مارلينكا، شركة متخصصة بمنتجات الكيك، المتخصص بالهاني كيك اللي هو كيكة العسل، يدخل في جميع منتجاتنا الأساسية. عندنا تقريباً فوق 62 صنف من منتجات مارلينكا باختلاف أنواعها ونكهاتها. عندنا منتج مقابل لمنتجات مارلينكا، وأحد اللاينز المتخصصة عندنا اللي هي المنتجات الخالية من القمح. منتجات مارلينكا متواجدة في السوق السعودي من 8 سنوات، متواجدة في جميع المراكز التجارية الكبيرة. التنوع صراحة ممتاز اللي موجود فيه. أنا كوكيل اليوم ملاقي فرص استثمارية وملاقي فرص للانتشار والتوسع. التنوع اللي موجود حتى من خلال الدول اللي موجودة بيعطينا فرص إحنا كشركات سعودية إن إحنا نلاقي فرص استثمارية، وفي نفس الوقت بالمقابل بنلاقي منافس توزيع حتى على المستوى الدولي من خلال فودكس المعرض وبشكل مستمر. بالتأكيد يعني هذا السؤال صراحة، يعني إحنا اليوم نعتبر أهل بيت للمعرض، هذه السنة الثالثة اللي نشارك فيه. تواجدنا بشكل مستمر لأنه فعلا إضافة لأي شركة تحب أن تشارك فيه.